أسعد الله أوقاتكم بكل خير مأوي. وطبعا كان حديثا مؤثرا في طبعا في مباراة اليوم. الحديث عن سجل ميسي وسجل ربما الظهير الأيمن طبعا هذا الهدف، وتنقل بعد ذلك من سيرجيو غوميز الإسباني الشاب فيليبس. طبعا شاهدناه مع مارتشيلو بيلسا كما ذكرت في ليدز يونايتد، لكن انطلقت مغمض. إيه نعم، وانت مغمض. هذا الاستقبال لا يقوم به كثير من اللعيب، وترسل للأمام محاولة مستمرة فيها ألعاب تلعب للأمام وحارس خطيرة، فرصة سجل الهدف الأول البارز. الخطأ هذا خطأ حارس لا يلعب كثيرا، خطأ حارس مع أخطأ الحارس بيريا ما عنده. البرتغالي سنشاهد في كأس العالم القادم البرتغال كوريا الجنوبية، وربما مش ربما اكيد اخر كرة تلعب في هذا المكان السليم الان. ابعاد في الكرة الماضية، محاولة المرور لا زالت الى خارج ارضية. 2015 تقابلوا في دوري الابطال في مانشستر. هذه كرة جميلة في هذا المكان عن طريق رياض محرز، هدف ثاني قادم، هدف ثاني قادم، هدف الى واحد عند الدقيقة 41 من عمر الشوط. الاهات والاحزان، هذه انطلاقة في هذا المكان، رياض محرز، رياض محرز، من الميسي ان يفعل هكذا واكثر في الانطلاق اليسرى. نعم انطلاق، وبعد ذلك عرقل من من؟ عرقل من سيرجيو بوسكيتس، لكن الجزائري في ملعب اعتاده. رياض محرز، محرز الجزائري رياض محرز، سدّ لدي بروين، محاولة في مكان رياض محرز، هذه خطيرة. يا سلام، الله الله، انك تعزف لحنا موسيقي. الشاب الصغير، نعم عينك، انتظر انتظر انتظر، وبعد ذلك كانسيلو لا جدا، لكن الجزائري عينه وين ونظرته وين ولمسته وين وبالمر الشاب. لكن الاجمل من هذا كله، طبعا هنا وقع في المحظور، يتعادل السيتي في مباراة يشعر بقدم هالاند، سدد منها.